يعني موضوع التسييس، هل نحن دائما ضحايا لصراعات انتخابية لتسييس المواضيع؟ وأنت في مجلس هيئة حقوق الإنسان، وحتى هذا الموضوع حقوق الإنسان قد يسيس في الأمم المتحدة. نعم، بالتأكيد أنا أتفق تماما مع سعادة الدكتور، وأضيف إلى ذلك بأن البرلمان الأوروبي تحديدا، وأنا كنت في زيارة قريبا إلى البرلمان الأوروبي من شهر ونص تقريبا، هو مخترق وبشدة من قبل منظمات مدنية تسعى إلى تحقيق أهداف وأجندات مختلفة تماما عن السياسة المعلنة للدول التي يمثلها البرلمان. طبعا هاجس حقوق الإنسان في أوروبا هو يعني مثل قميص عثمان، يعني الذي يعني في الكل يدعي فيه والكل يبرزه، ويعتبر وسيلة ضغط أكثر من أنه حق حقيقي، ويعني في نهاية الأمر المصالح الاقتصادية تغلب على ذلك. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حتى اللائحة اللي ورد اسم المملكة فيها، أنا نظرت إلى الدول الموجودة في اللائحة، لا يوجد أي تشابه حتى في السياسات المالية ولا في القوة الاقتصادية بين هذه الدول والمملكة، فما هو الرابط؟ أيضا المملكة عضو في التزامات يعني دولية على عدة مستويات، سواء في المستوى الخليجي أو على المستوى العربي أو على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، ثم إلى المستوى الأممي والبرلمان الأوروبي. كل هذه المستويات يكون أداء المملكة اقتصاديا فيها جيد وفوق الجيد، ويكون فقط في البرلمان الأوروبي الخلل، إذن هنا الخلل من الجهة التي وجهت هذا الاتهام بدليل تراجعها عنه. يعني كيف يؤثر مستقبلا على مصداقيتها المفوضية الأوروبية تحديدا؟ أعتقد أنها فقدت مصداقيتها في أمور أخرى كثيرة وليس فقط في هذا الجانب. فقدت مصداقيتها عندما تتجنب الحديث الواضح المعلن مع حكومات، وتتجه إلى أفراد هنا وهناك تجمعهم للبرلمان الأوروبي لإثارة قضايا وضغوطات، يعني لا تخدم حتى قضايا الأشخاص الذين يريدونهم أو يدعون أنهم يخدمونها، وإنما هناك في مسارات سياسية رسمية معترف بها يتم من خلالها المحادثات والمفاوضات، ولا تتم في دهاليز وأروقة البرلمان الأوروبي. يعني